يسعد لي اوقاتكم. جايب لكم فيديو بيأكد انه فيروس الزمر صار واصل لاعلى درجاته عن جد. وخلص هلا شوفوا هالفيديو بتحسوا انه في حدا عم يلعب بعداد الكرة الارضية، بعداد بتلافيف وادمغة الشعوب، ما بعرف بشي عم يصير ابدا مو طبيعي. بس عن جد بضحك الفيديو، يعني ما مو مزعج، يعني انا صار لي عم اعيده من امبارح واضحك، قلت لا لازم خليكم هيك تتعرفوا على هالفيديو وعلى هالشخصيه هي العظيمه يعني والرهيبه. يلا ما راح اطول عليكم، تفضلوا معي. عندما هزم المسلمون بعدما نزلوا عن ظهر الجبل في احد، لملموا جراحهم فقال أبو سفيان وعلوه بالو، فقال الرسول ردوا علي، الله مولانا ولا مولى لكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله يشفينا شر هبل، بس خلينا نتخيل إن هبل في الساحة. في جبرتليت في هبل، مش معقول نخلي هبل في جبرتليت. إيديك لفوق، حطموا هبل، دمروا هبل، اعرفوا عن هبل، العدو كل صرخ هبل. الله أكبر، الله أكبر، فتحت وفتلت. اقتلوا هبل، اللعنوا أبو اللي خلف هبل. هذا اللي عم يحكي. أنا بأكد لكم إنه يوم الجمعة بيشتغل خطيب جامع، هيك حسيت يعني من اللهجة تبعه، يعني إنه ما شاء الله فصحى مرتبة والمخارج حروف بمحلها يعني. فيوم الجمعة بيشتغل خطيب جامع، وبالليل يمكن بيشتغل محرض لكريات الزمر. ايه والله، بس عن جد رهيبين رهيبين، انه شوفوا كيف الشعب اتحمس، يعني نزلوا كلهم على هبل، نزلوا يفرموا بهبل، يدعسوا على هبل، بلش تطلع هالغبرة، يعني فرفطوا فرفطة لهبل، يعني عن جد رهيب رهيب. يعني ما بعرف شو بدي احكي، بس فيديو جميل جدا. وقلكم التعليق، كل واحد يحط العنوان المناسب لهالفيديو بالتعليقات، روحوا اسرحوا اشردوا عليهم. يلا يسعد لي اوقاتكم، باي باي.